السلام عليكم وعيد مبارك سعيد على جميع المسلمين ان شاء الله. انا دابا في واحد المنطقه سميتها السمندغ، وهاد السمندغ جات في لواء اسكندرون، يعني جات قريبا للحدود ديال سوريا. كيقولوا لها لواء اسكندرون او انطاكيا، وكيقولوا لها هاتاي. انا دابا في واحد الطريق هنايا غادي من السمندغ، السمندغ خليته هنايا على البحر. وهاد المنطقه الناس ديالها تقريبا كاملين كيهضروا العربيه، فدوزت واحد اليومين في هاد السمندغ. اتسمي هذا السمندغ فاش كان كيقولوا له السمندغ بحال هكا. واليوم العيد، دوز نهار قبل، وصلت نهار 29 في رمضان، دوز نهار 30 في رمضان في السمندغ. واليوم خرجت دابا ضربت 5000 الاولى. ها هي خصنا نوقفوا، ها هي 5000 كيلومتر في القاره ديال اسيا. اول 5000 كيلومتر خاصنا نزيدو حدا شي زيرو دابا باش تولي 50000. انا غادي دابا في الطريق على واحد الواد هنايا، انا جاي من السمندغ وغادي لانطاكيا. انطاكيا ولا هاتاي، عندها جوج سمايا هاد المدينه، هادي هي العاصمه ديال هاد المنطقه. كاينه هي وكاينه هاد اللواء اسكندرون، يعني كاينه مدينه اسكندرون فكنت فيها. فما بقيت صورت لكم تقريبا من ادانا كنت خرجت من ادانا، مشيت لواحد البلاصه سميتها يومرتيلي، ومن يومرتيلي كنت مشيت اسكندرون، ومن اسكندرون كنت مشيت السلام عليكم بخير. من اسكندرون كنت جيت لهاد البلاصه هادي. فهاد الواد هذا عنده جوج سمايا، كاين بان ليا في جوجل مابس دورينتس ولا ما عرفتش شنو سميتو اورونتس سميتو، عنده جوج سمايا، يا اما اورونتس ريفر ولا اسي ريفر. في مابس مي كيعطيك اسي، نهري اسي كاتبين النهر يعني بالعربيه الاسم، ولا اورونتس. مع دابا هاد البلايص هادو غتلقى بزاف ديال السمايات تبدلوا هنايا. اغلبيه الناس هنا كيهضروا العربيه، ولكن ديك العربيه ديالهم المهم شويه، ماشي بحال السوريين ولكن شويه. هذه متشرفين. اي شاو شاو، بارك الله فيك. منين انت؟ انا من المغرب. من المغرب؟ ايوا. تعرف المغرب؟ اي نعم. ايوا هونيكي قريب على شو اسمه؟ قريب على الجزائر، تونس، فاس. فاس تعرف؟ نعم. فاس؟ اي نعم. فاس ليه؟ اي نعم. ايوا قريب على البيضاء، الرباط. اي نعم. شو اسمه؟ ليبيا. ليبيا ايوا، ليبيا قريب ولا قريب؟ شمال افريقيا يعني، كلنا شمال افريقيا. ابني ما يشتغل بليبيا. يشتغل في ليبيا. اي نعم. انت اين بدك تروح لهونيك؟ فين؟ لا انا اروح ان شاء الله لجازانتيب. اي نعم. بعدين فان، ايران، باكستان. يا الله يبارك. ان شاء الله بارك الله فيك. الله الله يحفظك، متشرفين بك. ايش اسم المنطقة هذه؟ النهر هذا ايش اسمه؟ هذا العاصي. عاصي؟ اي نعم. نهر عاصي. ايوه. اي نعم. تفضل عنا. الله يحفظك بارك الله فيك. كمل ان شاء الله. يلا. الله ايش اسمك نسيت؟ بديع. بديع، متشرفين. إيه نعم. الله يحفظك. أيوة. بارك الله فيك. شو هذا استثمار؟ هذه كاميرا. كاميرا؟ ايوه. يعطيك العافيه. انت بنت معنا الان. اي نعم. الله يحفظك. ما تروح لسوريا؟ بدي اروح، ولكن تعرف ان الان في مشاكل يعني. اي نعم. ما اقدر اروح بها. اي والله صلوا ابني هونيك سنة ونص. بليبيا. بليبيا او سوريا؟ من تونس. ايوه ليبيا. ليبيا ايوه. ويشتغل هناك يعني. اي نعم. في هونيك اسمه وهد حسن، وهد اسماعيل. اسماعيل اولادك؟ لا، وهد ابني احمد. احمد. وهد ادم. ادم. ادم جاء من عند اخوه، هلا ما يشتغل هم بنطاكي. يشتغل بانتاكي هذه. هنا. نعم. ايوه. اي نعم. بس هكا هسه هونيكي. ايوه. في عنده ولدات مقرين، قال ما بحسن انا بلاه. انت من المنطقه هون؟ انا من المنطقه هون. انت ابجي اهلا وسهلا. ايوه بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. متشرف بك بارك الله فيك. شرفنا. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يسلمك. مع السلامه. انت مع السلامه. بارك الله فيك. الله يحفظك. ما يشتغل هذا؟ يشتغل برجلين. ايه يعني مو موتوسيكل. نعم. يعني هو دراجة هوائية. يعني يمشي برجلين. برجلين. ايوه. طلعت معي لهونيك؟ لا عادي، انا متعود. تعود؟ ايوه متعود عليه يعني. انا جاي من انطاليا بهذا.
انطاليا؟ ايوه. اي الله يسعدك. الله يحفظك. بارك الله فيك. الله يحفظك، بارك الله فيك، الله يحفظك. مع السلامة. مع السلامة. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. عندك ام بيت؟ ايوه ايوه عندي في المغرب. ايه بالمغرب. الله يحفظك، بارك الله. اي والله المغرب اين مجي هذا؟ المغرب هو يعني فاس تركيا باللغه التركيه يقولوا له فاس. فاس. ايوه فعرفته الان؟ اي نعم. أيوة. فاس هل بيضربوا؟ لا لا مش فاس. لا فاس يعني هي بالتركيه باللغه التركيه بلدي يسموه فاس. فاس. وباللغه العربيه يقولوا المغرب. المغرب. ايوه. اي نعم اي نعم. في مدينه اسمها فاس يعني. إيه نعم. في القديم كانت هي العاصمه المغرب. هون في لاذقيه. لاذقية ولا هي أول مدينة في سوريا. نعم. المدينة ليك شو اسمه؟ مو بعيدة من هنا. إيه نعم. عين هون بيقولوا له هون الشاقي كاراكوسي. كاراكوسي أيوة. نعم. هذه الأمام هنا بجا أنطاكيا. إيه نعم. أيوة أيوة. إيه نعم. وهذه المنطقة هذه بالضبط إيش اسمها؟ هون تزيري. تزيري. يا شنيازي. يا سنيازي. إيه نعم. يا سنيازي. إيه نعم. وبالعربية؟ بالعربية زيري. زيري. إيه نعم. زيري. تمام. إيه. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. أمين. معك. أمين. إيه. الله يحفظك. وعيد مبارك سعيد. إيه نعم. سعيد. العيد اليوم. إيه اليوم اليوم. إيه. اليوم العيد. إيه. كيف عديت رمضان؟ إيه الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. فات رمضان. أيوة بتصوم. كنت صايم. أنا أيوة صايم. يعني. كنت صمت رمضان. إيه. إيه نعم. وأنت؟ إيه والله. إيه والله. امبارح. امبارح واليوم تمام رمضان بالكيف. اليوم ما في رمضان. لا ما في. لكن البارح كان. قال ايوه ايوه ايوه. شربنا بيرة بيرة. بيرة والبارح ما في بيرة. البارح البارح في بيرة. الله هونيك بشو اسمه ليبيا لسه ما فطروا. ايوه لا لا فطروا هذا اليوم. لا والله ما فطروا. ابني هونيك صايم معي. قالوا لي قال لي يا بيي اسا نحن لبعد بكره. بخميس. الخميس. ما شاء الله. انا في المغرب اليوم يعني. ايه اليوم اليوم السحر بكره تمام سربس. اليوم يعني اليوم اخر يوم في رمضان عندهم. إيه نعم. ما اظن اظن ان اليوم العيد. نحن اليوم اليوم حكم العيد امبارح. اليوم كيتانا. اليوم عيد يعني. الله يحفظك. بارك الله فيك. يلا مع السلامة. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. امين. بارك الله فيك. تلحق بالخير ان شاء الله. امين. بارك الله فيك. الله يحفظك. مع السلامة. الله ييسر لك الامور. الله يحفظك. زير هاد البلاصة هادي سميتها منطقة. هاد السيد تبارك الله العربية ديالو رقية. الشباب العربية ديالهم سوية كيهضرش بها مزيان. بحال في سوريا هنايا أغلبية كلشي تيهضر بالعربية ماشي الأغلبية حتى 99%. ها؟ أندوسن؟ أندوسن؟ انستغرام وار انستغرام؟ انستغرام يا هاشتاج شي تتكلم عربي ما في عربي؟ في في تتكلم عربي؟ في انستغرام؟ في ايوه. شو اسمك؟ انا من المغرب. تعرف المغرب؟ اي عمي هونيك قبلي. في المغرب؟ اي في اي في اي مدينه؟ اي ايش مدينه؟ كيسي. كيسي؟ كازا. بسكتة جيت من هونيك لهان؟ جاي في تركيا من انطاليا. من انطاليا لهان؟ بسكليت؟ ايوه بسكليت. ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ في يوتيوب قناه جناي. جناي. جناي اسمك؟ ايوه انت؟ افاجون. افاجون افاجون. في يوتيوب قناه؟ يوتيوب قناه؟ يوتيوب يوتيوب. ايوه يوتيوب. اكتب لك. سنتر دي نوات. تراك بيت انا ما بي. بيزي بايلاش بيزي بايلاش يوتيوب تاعك. بيزي بايلاش؟ ما افهم تركي شويه. بس دقه. افاج يوتيوب. عم تاك كيف هذا جاز؟ تمام. هلا مع السلامة. السلام عليكم. مرحبا مرحبا بخالتي. وين وين ميسا؟ وين رايح؟ رايح لانطاكيا. لانطاكيا. غازانتيب. بهذا رايح غازانتيب. انا جاي من انطاليا بهذا. يا سبحان الله. ايوه. وين هلا انطاكيا؟
ايوه رايح على المريا رايح على انطاكيا غازيانتيب فان ايران باكستان هندستان نهاد ايوه انت حضرتك من وين؟ انا من المغرب من المغرب ايوه من المغرب فاس تعرف فاس؟ فاس ايوه شو ما فيها فاس لي ايه فاس لي تعرف فاس؟ ايه مصلوب فين؟ هذا بعد السعوديه ايوه في شمال افريقيا ايه ايوه يعني مغرب ايه المغرب ايه بعرف تعرف المغرب ايه بعرف مرحبا مرحبا كيف ايش اسمك؟ اسمي سامي سامي متشرفين انا اسمي ياسين ايه والنعم بارك الله فيك الله يحفظك تفضل لنا الله يحفظك الله يكمل ان شاء الله بارك الله فيك مع السلامه الله يحفظك يومك مبروك مع السلامه مع السلامه مازال لي تقريبا واحد 12 كيلومتر على هاتاي هاتاي ولا انطاكيا كل واحد شنو كيقول ليها فهاد المنطقه ديال اللواء اسكندرون كان تاثرت بالزلزال بزاف مازال الناس لدابا كيعيشوا في الخيام يعني كاين اللي مازال ما بنوش لي نوصلوا شي بلاصه هذيك المدينه ديال السمندغ هذيك بزاف الناس مازال مكرفسين الصراحه تمايا دابا راه اكثر من عام اللي داز كيبان لك الاثار مازال التراب والحجر مازال يعني داز الزلزال دابا اكثر من عام اللي داز صعيب باش يعاودوا يبنيو دغيا وداكشي ولكن صراحه كيبان لك بنوا بزاف ديال الديور يعني ولكن باقي الاثار ديال الزلزال مازال الناس بزاف دايرين الخيام حدا ديورهم احنا لقاو شي وحدين هنايا هاد المنطقه كامله السلام عليكم سلام الناس هنا هادو الخيام هنايا هادو دابا تلقى ديورهم يا اما بنوهم يا اما مسقوقين ولا شي حاجه السلام عليكم الشراب عندهم عادي هنايا كيتباع في الحانوت الحانوت صغير ديال الدرب هذا كيبيع الشراب عادي الاخص في هذه المنطقه هذه بزاف هنايا قال لي كيشربوا بزاف واقعه السلام عليكم كيف حالك السلام عليكم مرحبا ناس هنا ديما مرحبا مرحبا زوينه عندهم هذا مرحبا بالتركيه هي كيقول لك مرحبا يعني في بلاصه السلام حنايا كنقولوا هما كيقولوا مرحبا وكاين اللي كيقول السلام عليكم كل واحد وكيفاش ولكن هنا شفتهم كيقولوا بزاف مرحبا في المغرب ما عرفتش اش داروا مع الناس ديال الزلزال شي بحال دابا الدار هذا تكون يلاه تبنات راه ماشي مبنيه هي راه غير بهذاك ما عرفتش شنو كيسميو هذيك ماشي بيتون داكشي مبنيه غير محطوطه اشنو كيسميو هذاك منزل متنقل بحال منزل متنقل تقريبا هاد المنطقه هادي زوينه دابا انا فاش دخلت لهاد اللواء جيت على اسكندرون من اسكندرون بقيت غادي على البحر حتى السمندغ كاين واحد لاكوت تما زوينه على البحر الابيض المتوسط كيتعتبر من اطول الشواطئ في تركيا هذاك وزوين البحر الناس علاش دايرين الخيام هنا هبا ديال هاد الناس هادو ربما صافي باقي داك الشيء ريب هنايا باقي الاثار الزلزال باقي صافي مشقوقين الدور كاين عاوتاني هادو المنازل المتنقله هادو بحال هادو هذا وقيلا يلا تبنات هاد الدار غتكون الناس ما عرفتش واش باقيين كيعيشوا في هادو ولا ولكن كاينين السمندغ هاد السميه ديال السمندغ مازال الناس كيعيشوا تما في الخيام شفت شحال من واحد مازال عايش تمايا السلام عليكم كيف حالك بخير لا بحال سوريا السلام عليك ولا في الاردن كيف حالك حتى هما كيهضروا معاك بالعربيه عادي
ساكنين هنا في المنطقة زوينة هاد البلاصة هادي على وادي عاصي، منطقة فيها الزيتون بزاف ديال الأنواع ديال الأشجار. أنا دابا في أنطاكيا، شتي بحال دابا هاد العمارة هادي راهي كاملة ريبة من الفوق والآخر حتى هي هادشي كامل تأثر بالزلزال هنايا. هنا ضرب عندهم في المدن، غيكون ضرب عندهم شي 4 مدن الكبار يعني، حنا العكس، حنا ضرب عندنا في الدواور. دابا في جوجل مابس كاتبين أنطاكيا وفي مابس مي كاتبين هاتاي، يعني كل وحدة شنو كاتبين فيها. هنا عندها جوج سميات، شو هاد العمارة هادي، ولكن العمارات الجداد ربما ما أثرش فيهم بحال هادي، ولكن الأغلبية هنايا كيبان لك تأثر أغلب الديور. أحياء هنايا مشات كاملة، ترى مسافة طويلة دابا راه هرب شحال من كيلومتر وسط المدينة واكل العصا الصراحة. عمارات هي كاملة دابا راه كاين عمارات هنا كاملين مشاو، مكنتش نتوقع أنني غنلقى هاتاي بحال هاك، كاملة مشات كاملة. هاد الشارع هو السونتر فيل هذا كامل، كان في القديم من دابا كلشي مشى. هنا راه كان القهاوي، وعلى ما كيبان ليا في جوجل مابس هنا كانوا القهاوي وكان المحلات كان الرواج. دابا هذاك الشيء في خبر كان الله يعوض الناس اللي ضاعوا هنايا واللي ماتوا الله يرحمهم. اكثر من عام باش ضرب الزلزال ومازال هذاك الشيء هو هو، صعيب باش يبنيو دغيا وداكشي، يعني شي ديور مبنيين الفوق. اسكندرون ماشي بحال هكا صراحة، شوية مقارنة مع هنا شوية، هنا راه تصدمت صراحة أنايا فاش شفت هادشي هذا مقارنة مع المغرب، راه المغرب غير شوية صراحة، لأن ما ضربش وسط المدينة، فاش كيضرب في المدينة كيكون الخسائر بزاف. هادي من المدن كنظن اللي تأثروا بزاف بالزلزال، هاد أنطاكيا. كيبان لك بحال شي قنبولة درية ضربات ولا شي حاجة، شكال هادشي الناس تلقى مع سراب هنا. الناس مازال في الخيام، باقي عندهم هنا شي عامين ولا 3 سنين يالله يعاودو يبنيو. كيقول لك مازال ما حيدوش حتى داكشي اللي ريب يعني. ما حدنا جينا لعاصمة الكنافة في تركيا، فغادي نمشيو نشوفو شي محل كيدير كنافة. واحد مول الكنافة كاين في هاد الشارع هذا، منو كيبان ليا هو اللي معروف بزاف في هاد المنطقة هادي، بان ليا ما كاينش، بان ليا عنده في جوجل مابس عنده شي 4000 ريفيوز، يعني غيكون معروف هنايا. الساعة ما بقيتو ساد، يوم العيد، يوم العيد في هاد البلاصة الصراحة كيبان لك الدراري الصغار لابسين الحوايج جداد هازين الألعاب، يعني كاين الأجواء ديال العيد شوية. هاد في هاد هاتاي هادي مع العرب هنايا، العرب تيكونو عندهم الأجواء ديال العيد، مناطق الآخرين كنظن محال تلقى بحال هادشي هادا. هو الناس مساكن هنايا صراحة مأطرين، كلشي مشاو ليه يعني ديورو. نسولو هاد السيد هذا، السلام عليكم، كيف حالك؟ بخير تمام. الله يهديك. في محل كنافة، ما فيك
السوق هذا على السوق هذا مقفول فكره اه الله يحفظك بارك الله نعت لي على هذاك نيت لي جاي ما عنده ولكن هذاك مسدود هاد البلاصة هادي كتبان لك في جوجل مابس هي اللي كانت فيها الحياة يعني كانوا فيها الرواج وداكشي الساعة دابا كتبان كاملة مشات مدينة كاملة مشات كاملة 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 كتبان لك المدينة مهجورة نشوفو السيد هذا شنو عنده عنده البقلاوة هذا بغيت كنافة أنا كنافة بغينا ندوقو كنافة ديال هاتاي هاتاي نزيد قدام شويه ونشوف شنو كاين هاد المنطقه هادي عندهم صراحه الشاورما زوينه كيديروها في واحد الخبز بحال المسمن كيبان لك محمر مزيان ماشي العيش ما كيديروهاش في العيش كيديروا واحد الخبز ديالهم خاص هنايا كتجي زوينه انا دابا في الغرب ديال انطاكيا الغرب هنا شويه يعني ما ريفيش دور بزاف كيبان لك كاينه الحياه هنايا ماشي بحال الشرق ما بعيدش بزاف 4 كيلومتر على الشرق كتجي غربا 4 كيلومتر من الشرق كتلقى القضيه هنايا مختلفه المهم الديور ما رايبينش هنا بزاف وكاين الحياه بان لي واحد خينا كيصايب قهوه هنايا عنده بريسا نمشيو عندو شحال ما شربنا شي قهوه مزيانه كيصايبو قهوه هنايا ولكن ماشي صحاب المحلات هذوك اللي كيكونوا دايرين بريسا برا اه وي فين هو هادو كيكون كيصايبو اسبريسو زوينه اه هو المعلم السلام عليكم الله الله سلام كيف حالك بخير تمام تعرفه من وين انت انا من المغرب توقعت مغربي ايه توقعت كيف حالك بخير تمام كل شيء بخير الان بتصور ستنشرنا ايوه السلام عليكم باش قول شيء لاهل المغرب نحبكم في الله بزاف الله يحفظك حتى حنا نحبكم الله يحفظك انت من هنا انت من انطاكيا كيف عملت مع كيف عملت مع الزلزال كان صعبه صعبه يا حتى انتو عشتوا ايوه ايوه حتى احنا ايوه نفسي لكن هنا اظن ضروا الناس اكثر في المغرب 6.6 هنا 7.6 يعني انا لاحظت هنا تقريبا فرق درجه ياك فرق درجه ولكن هنا الدمار اكثر هنا الدمار اكثر لانه جاب بالمدينه عندنا احنا تقريبا بالقرى القرى تضروا كثير تعيش هنا في نعم. في انطاكيا كم سنة؟ 5 سنوات 5 سنوات ما شاء الله بقى مشيت لسوريا ولا كم بقى لك ما مشيت لسوريا؟ 5 سنوات ما شاء الله حتى انت سوري؟ ايه كلياتنا سوريين ايه كام ما شاء الله ايش اسمك؟ محمود انا محمود احمد اسامة اسامة يوسف يوسف صاحب القهوة الحسين زيد علي اخوان نتشرف بكم على الاخوان الله يحفظكم بارك الله فيكم احمد اذا كان في هنا نمشي على الانستا حلوه زوينه هذه قهوه معطره فيها فيها هيل لا فيها هيل يا فيها هيل هاي القهوه تديروا فيها الهيل في قهوه زوينه ما في احد يعمل هنا كنافه كنافه فيه بكره فيه. ايوه فيه بس كمان اليوم اول يوم عيد هيك اول يوم وين تقيم ممكن انا ما اقيم هنا انا رايح يعني طب كيف تنام كيف تفيق يعني معي هنا الخيمه كل شيء الله ايوه من انطاليا لهون جيت بالسكليت ايوه اليوم جاي من السمندر اسمه السمندر غير انا كنت في الاردن كنت ابغى اروح على سوريا ولكن ما مشاكل فهمت يعني ما يخلوك تروح تتابع كره قدم ايوه شويه اشرف حكيمي زياش ايوه زياش و... الانجاز اللي عمله المغرب ما طبيعي بكاس العالم ايوه النهائي بكاس العالم والله ابداع فخر العرب
فخر العالم بيه. فخر العالم. اليوم ما كاينش فين غادي ناكلوا لا كنافه لا في مطعم سومي تحت هذا فيه هنا مفتوح الان ايه يكون عنده شو كنافه في عنده هذا كفته لا عنده شاورما شاورما هذه هي الكفته اللي معروفه وين جبت الكواري مشويه مشويه ولا مقليه في بعضهم بيشوها بيقلوها ني احيانا نية احيانا نية ياكلوها هنا في منطقة هاتاي ايه بيقلوها المحلات حتى لنا بسوريا بنعملها ايه شوي شوي بعض مرات كي ياكلوا الكفتة خضراء يعني حتى في لبنان ياكلوها خضراء نفس الشام بزاف مناطق ياكلوا بعض مرات الكفتة خضراء بحال في اثيوبيا في اثيوبيا ايضا ياكلوا اللحمة مش الكفتة حتى اللحمة ياكلوها نية يعني دابا غادي نخرج من انطاكيا غادي نمشي نقلب شي بلاصه نعس ان شاء الله الساعه دابا 7 قد قد مكتبت لينا ناكلو كنافه في مدينه انطاكيا خاصني نمشي شي بلاصه اخرى نجربوها ما عارف كاع فين غادي نعس اليوم غنمشي تيسير الله هذاك الشيء نجوب غادي نعس غالبا غتكون شي ستاسيون ولا شي مسجد ولا شي حاجه الناس دايرين الخيام هنايا والله الا تعجبت انا كيفاش اكثر من عام ومازال الناس كيباتوا في الخيام جيت لواحد المسجد هنايا باينينو هنايا في واحد الخيمه وكاين واحد ستاسيون هنايا بيكالا ما لقيتش فين نحطها برا الجامع جا على الشانطي على الشارع خليها برا ما تلقاهاش مع الصباح فدخلتها فرشت لها اللعيبة هذه هنايا وكاين واحد ستاسيون من اللور ولكن الباب ديال الجامع جا كيشوف في الشارع يعني هاد الجامع ماشي ديال ستاسيون الجوامع هنا في تركيا ما حتاج تسول حتى شي واحد يجيو ناس انه داك الشيء ديال الله باش يزيد يعني في سبيل الله الانسان دايرو صباح الخير ها هو المسجد على الشارع هنا كاين ستاسيون اللور كاين الصراحة ما نعسش مزيان جا واحد خينا ما برزتني ما عرفتش الصراحة ممكن يكون مريض في راسو والو ما خلانيش الناس الله ما خلاني الناس مفرس لها هذوك الكراسي اللي كيبانو راه مخلي الفراش ديالو تما كيجي كل ليلة ينعس تما راه مخلي ما الله خرج كل 5 دقائق كنلقاه جالس لي على راسي كيفيقني شي واحد كيدق كيقول لي شي واحد واقف هذا الباب ما كيقولش لي كيدق يقول لي شي واحد واقف هذا الباب 3 الصباح ويسات نعز سمن شي واحد هو دابا ما عندوش اوراق هنا وكيخايف من البوليس يجيو لي وانا مرض لي راسي انا والله حتى الليل كامل اقسم بالله الى الليل كامل كل نص ساعه تقريبا كيفيق الليل كامل هو كيدعي في عباد الله الليل كامل الله ياخذ فيكم الحق يعيدكم الله هو ماشي تركي ماشي سوري فهمتي المهم سيد بحال مزنزن شويه ومرضني انا يا صراحه هاد الليله كامله مرضني ما نعستش والله ما نعست والو كل ساعه كيجي كيخلي الشراج معاه شاني كاملين وكيجي يشرج من هاد الحدايا انايا وكيبدا يحل فيه البارح فاش خرجت من انطاكيا هذاك تشفت بلا راه الناس كاملين هذوك ديال المنطقه ديال انطاكيا جابوهم هنايا وبناو ليهم واحد البلاصه داروا ليهم منازل متنقله وهذاك الشيء اغلب الناس خرجوهم من تمايا وجاو داروا ليهم هنا بحال دي كامب بزاف راه مدن داروا ليهم كل بلاصه داروا فيها واحد الكامب كامب هنا كامب هنا كامب هنا ودوك البنكات المتنقلين حتى همايا المهم مدينة دارو مدينة أخرى هنا في هاد الطريقة هادي هنا دابا غادي نتحرك نكمل الطريق إن شاء الله وخا ما نعش مزيان أنا كنا عشت ساعة ونص مفرقة خمسة دقايق ونص ساعة ونص ساعة أن هاديك خاينة ما خلانيش ناس صراحة الناس فين داروا ليهم هذوك المنازل المتنقلة ولكن واحد لافيراي وقال هادو الطنوبيلات اللي تدروا في الزلزال غالبا
كاملة تقريبا غادية بلي كامب بحال هادو، كل مرة كتلقى كامب. هاد المخبزة هنايا أنا خديت الخبز، خصنا غير شي بلايص نجلس فيها نفطر. هاد المدينة ديال أنطاكيا هي أكثر مدينة درات في تركيا من الزلزال. أو فهمت صراحة أنا كيفاش، واخا الإبي سنتر بعيد من هنايا ولكن بعيد تقريبا على ما بفهمتش 200 كيلومتر هكاك، يعني في الغرب ديال غازيانتيب. ما عرفتش كيفاش هنا اللي تضرر بزاف. ها هاد الكامب آخر عاوتاني هنا. جيت دابا لواحد المدينة سميتها أكتابة، جيت لواحد المطعم هنايا ريستورون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام هاد السيدة، إيش اسمك؟ عبد العزيز. عبد العزيز من سوريا، من حما ياك؟ حما. حما. متهان مرجان. متهان مرجان. أنت؟ ما هنقل على العادة فعليم بي. تهندلين؟ عادة بي. اسمك؟ شو اسمك؟ تنهان. 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 هذا إيش اسمه هذا؟ طاووق. طاووق. وهذا ايران. طاووق دجاج بحال الشاورما هو، ولكن ماشي شاورما، ولكن ديال كيديروا فيه قطبان بحال كباب. كباب ديال الدجاج. هذا الخبز هذا يكون ديال المنطقة هنا معروف في هاتاي. هذا في هذه المنطقة ديال هاتاي كيديروا واحد الخبز ديالهم في الشاورما معروفة به هو هذا. اكمل صوص. هذه الصوص ديال الشاورما ياك. تمام تمام تمام. معروفة هاتاي بهذا الصوص هذا ديال الشاورما، وهذاك الخبز الخبز ديالهم بوحده زوين صراحة. ملي جيت تقريبا هنا وانا منطقة ديال هاتاي وانا كناكل الشاورما، ولكن هادي ماشي الشاورما. كنبدا غير نمشي نقول جلاص. كتجي بحال هكا. ايران كيجيبوه في هاد الكاس هذا. زوين ايران صراحة. كل نهار كنشربو تقريبا. بسم الله. هاتا كما قلت لكم معروفه بهاد لاصوص هذه الحمراء ديال مطيشه. مرحبا حبيبي. هذا دبس رمان. كيف يعني صوص رمان؟ شنو هاد لاصوص هذه ديال الرمان؟ نجربوه. يا حلوه حلوه. حاره حامضه حامضه. تمام. كثير لذيذ. نجربها. هذه ايش اسمها بالتركي هذه؟ ايش يقولوا لها؟ اكشيلي. اكشيلي صوص. اكشيلي صوص. هاي اكشيلي صوص. نجربوها. فالمغرب بالتركيه هو فاز. باللغه التركيه المغرب يقولوا له فاز. بزاف الناس كيكتبوا لي علاش تقول لهم فاز؟ بالتركية خاصك تسولك منين خاصك تقول لي فاز؟ المغرب. إذا قلت لي المغرب ما كيفهمش، ولا مروكو ما كيعرفش. هذاك الشيء علاش كتسمعوني كنقول فاز؟ لحقاش ما كيقولوا لي هما فاز. مروكو ديال زوين هذا، حلو هذا. طيب زيد زيد. لاصوص هذي تاهي ناضية. هذوك الجبال اللي كيبانوا ليه راهما فينا هما ياك، غيكونوا بعد واحد 10 كيلومتر تما هذيك سوريا. ولكن حاليا سوريا ما تقدرش تدخل ليها، كاين واحد المعبر تمايا هو اللي كانوا جابوا ليه واحد المغاربه كيحسبوهم سوريين، كانوا لقاوهم باغيين يحرقوا وجابوهم هنايا. كانوا جابوهم لهاد الحدود لهنايا، هي من بعد فين رجعوهم عاوتاني. هاد المطر عندهم تيطيروا في هاد المنطقة هنا. لاحظت بزاف في هاد المنطقة هادي دابا فاش كيزرعوا الزيتون كينوعوا الشجر، كيديروا شجرة ديال الزيتون شجرة ديال الليمون ولا ديال الحامض. شتي ديما كتكون واحد الشجرة فارقاهم شجرة ديال الزيتون. هاد المنطقة ديال لواء اسكندرون عامرة بالزيتون، كيزرعوا الزيتون بزاف. ها هو الليمون والله يصلحنا، والعنب راهو العنب.
10 فين كتبان لنا واحد المدينه راهي هذيك راهي الله بنوها هذيك من بعد الزلزال راهي فين كيبان واحد الدور جداد راه مازال ما كملوهمش راه مازال البوجيات ولكن كيبان لك باني شي واحد هذاك الشيء كامل بنوه من وراء الزلزال عباره لا مجال للمقارنة ما بين الزلزال اللي جا المغرب والزلزال اللي جا هنا هنا كان عندهم زلزال خيب راه ضرب ليهم 10 المدن بحال هذيك المدينة اللي كنت فيها هذه الأنطاكية راه نزلها كاملة راه مدينة كبيرة كاملة تردمات ما عرفتش واش كيبان لكم واحد الضو شي 2 كيلومتر باش بعيدة دابا راه في كيبان لي واحد الضو واحد البالي تما سوريا راه قبل هذاك الجبل غير 2 كيلومتر غادي نمشي دابا كاين واحد السد هنايا بعيد شي 3 كيلومتر واللي غادي نمشي نبات فيه اليوم ان شاء الله اليوم غادي نبات على الحدود ديال سوريا ما باينش على سوريا السد كيبقى بعيد بشي 3 ولا 4 كيلومتر على سوريا كرهنا الصراحه نمشيو لسوريا والعراق لبنان ولكن القضيه عندهم معنكشه تمايا غادي مفشكلة عندهم اصلا واخا تبغي تمشي من هنايا ما يخلوكش الحدود مسدوده كيديروا بحال قلتي غير معبر انساني كاين في واحد البلاصه صافي اما هنايا تسادين الحدود لان بجماعات هما اللي شادين هاد البلايص هادي كاينه بلاصه فيها العلويين جيت للاديقيه العلويين هما اللي تابعين البشار بشار منهم ولكن ما عندهمش علاقه بالعلويين ديال المغرب هادو علويين بوحدهم اشكال لا علاقه بحال قلتي مذهب هاد العلوي عندهم هادو هنا هادو دابا ديال اللواء اسكندرون هاد العرب اللي كاينين هنا في تركيا تما الاغلبيه ديالهم علويين هذا هو السد سميتو تحتا جوبرو تحتا جوبرو هادشي كيفاش مكتوبه في ماب سمي ولكن ما عرفتش واش النوت قوة هذاك ولا لا كيبغي غنزل لتحت واقع على هنايا فران عندي ولا في صداع شي كيجيو الناس هنايا كبير هاد السد هذا الدنيا خضراء دابا مع الربيع الغابة كاينة هنايا أنا غنعس فشي بلايص في الغابة هادو كيجيو الناس كيدوزو النهار هنايا وكيمشيو كدا كيجي كيطيب هنا غير هو كاين ناموس بزاف ناموس راه ماعرفتش شنيا ولا مع الما كاينة كتيرة عرفتش واش كتبان ليكم ولا لا هاي مجموعة عالية بزاف ويلي ما يمكنش هادشي شحال مكيبانوش في الكاميرا وقع بزاف غنشوف غير شي بلايص غير هنايا هي بلاصة زوينة الصراحة هنا هي بلاصة واعرة هنايا أخص مع شي عومة مع الصباح هنا يا سلام داري ممنوع السباحة ممنوع السباحة في النهر خطر الموت قليل فين تلقاهم كاتبين بالعربية تبارك الله خضورة موجودة هنا القضية عامرة كاين الناس هنايا عامرة القضية هنا فغادي نطلع الفوق بعد من هاد الطريق شويه قدر يكونوا الناس كيبقاو يدوزوا بالليل من هنا مع الاتراك عزيز عليهم الصيد القصبه هنا غيكون الحوس غيكونوا كيجيو كيصيدوا هنا فلهذا غادي نطلع بعد من الطريق شويه باش ما نتبرزطش بالليل طلع عنيت زين طلع عليك
شي واحد جامع الحطب هنا وخلاه لي تنجي تتسنان ها هو الزبل فين الزبل بزاف مزبل القضيه غنزيد نطلع شويه فوق لعل واسع ما يكونش الزبل بلاصه زوينه هادي غنشوف غير شي بلايص هنا ندير في الخيمه شويه وتخوي الدنيا نزيد شويه لقدام وقال كاين شي واحد كتب لي شي لعيبه بيضه تما شوفوا شنو كاين غتكون غير ميكا بحيره كبيره كتبان في الماب صغيره ولكن في الواقع كبيره الله يسهلنا كتب لي نادي هاد هاي خنيش هاد الزبل مزيانه بعد ما دارين هاد الخنشه هنا كتب لي البلاصه هادي زوينه كتب لي غنجي غير هنا ندير الخيمه ديالي هنا هاد البلاصه هادي بانت لي مزيانه هاد الزبيله هادي بالخف غنجمعها هادي راه كاينه الخنشه دايرين الخنشه تما غنديرها فيها